بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فمع كتاب البلاغة الواضحة للأستاذين المرحومين الأستاذ علي الجاي والأستاذ مصطفى أمين، نكمل رحلتنا مع الكتاب واللقاء الثالث الجمعة الرابع والعشرون من صفر 1440 الثاني من نوفمبر 2018. وكنا قد وصلنا إلى، ما زلنا في ثنايا المقدمة، ووصلنا إلى شرح الأساليب. فهناك الأسلوب العلمي، وهناك الأسلوب الأدبي، وهناك الأسلوب الخطابي. فهذه ثلاثة أساليب أساسية سيتعرض لها الكتاب في البيان لتوضيح المراد منها والفروق بينها، بحيث ينبغي علينا عندما نريد أن نتوجه بالكلام أن نختار ما يناسب السياق. مهم أوي التمييز ما بين السياقات واختيار الأسلوب المناسب لها عندما تكون في مجلس علم أو تكتب علما. فعليك أن تختار الأسلوب العلمي بقسماته الواضحة ولا تخلط، وعندما تكون في محاضرة علمية فأيضا عليك أن تتبع الأسلوب العلمي في محاضرتك، وأن يكون الكلام مناسبا للمقام. والأسلوب الأدبي له أيضا مجاله ومقامه، فعليك أن تتبعه في مقامه. والخطابة عندما تخطب في الناس فعليك أن تتخذ الأسلوب الخطابي بما له من تأثير في النفوس لصفاته وسماته الخاصة به. نقرأ الآن الكتاب وما فيه من شرح لهذه الأساليب. بعد هذا يحسن بك أن تعرف شيئا عن الأسلوب الذي هو المعنى المصوغ في ألفاظ مؤلفة على صورة تكون أقرب لنيل الغرض المقصود من الكلام، وأفعال في نفوس سامعي، وأنواع الأساليب ثلاثة، كما قلنا أسلوب علمي، أسلوب أدبي، أسلوب خطابي. الأسلوب العلمي وهو أهدأ الأساليب وأكثرها احتياجا إلى المنطق السليم والفكر المستقيم وأبعدها عن الخيال الشعري. يبقى أول حاجة هو أول قسم من قسمات الأسلوب العلمي احتياجه إلى المنطق والتفكير المستقيم. ثلاثة، البعد عن الخيال الشعري. لماذا؟ لأنه يخاطب العقل ويناجي الفكرة ويشرح الحقائق العلمية التي لا تخلو عن غموض وخفاء، ومن ثم فعليه أن يبتعد عن الخيال الشعري الذي قد يكون في فهمه غموض ويحتاج إلى تفكر، ويكفي ما يتعرض له من حقائق علمية من الغموض والخفاء، فلا ينبغي أن يزيد ذلك بخفاء الأسلوب ودقة الخيالات التي فيه ونحو ذلك. الاحتياج إلى المنطق، استعمال المنطق، استعمال أسس التفكير السليم
البعد عن الخيال الشعري. وأظهر ميزات هذا الأسلوب الوضوح، يبقى أربعة الوضوح، ولا بد أن يبدو فيه أثر القوة والجمال. طيب الجمال بقى الفني خيال شعري وكده؟ لا، وقوته في سطوع بيانه ورصانة حججه، وجماله في سهولة عباراته وسلامة الذوق في اختيار كلماته وحسن تقريره المعنى في الأفهام من أقرب الوجوه. وده يبقى فيه عدة سمات أيضا من سمات الأسلوب العلمي. سمة الخمسة اللي هي القوة، وقل هذا من قوته في سطوع البيان ورصانة الحجج. السمة السادسة الجمال، وجماله في سهولة عباراته، وليس تعقدها بالتقديم والتأخير والحذف، إنما تبقى العبارة سهلة ومبناها سهل يسير يصل بسرعة إلى المتلقي. السابع، السمة السابعة من الأسلوب العلمي، سلامة الذوق في اختيار الكلمات، لابد أن الكلمات اللي تختارها تكون واضحة وسهلة. السمة الثامنة وحسن تقريره المعنى في الأفهام من أقرب وجوه الكلام. حيث لا يكون من وجه بعيد يصعب على المتلقي إدراكه، بل لابد أن يصل المعنى ويتقرر في الفهم من أقرب إيه؟ من أقرب وجه. نقول الفقرة دي تاني ونلخص ما فيها من سمات للمنهج الأسلوب العلمي. المنطق السليم، الفكر المستقيم، البعد عن الخيال الشعري، وضوح الأسلوب، قوة البيان ورصانة الحجة، الجمال في سهولة عبارة، جماله في سهولة عبارته، سلامة الذوق في اختيار الكلمات، الثامن والأخير حسن تقرير المعنى حتى يصل من أقرب الوجوه. على الأخرى الفقرة على بعضها، الأسلوب العلمي وهو أهدأ الأساليب وأكثرها احتياجا إلى المنطق السليم والفكر المستقيم وأبعدها عن الخيال الشعري، لأنه يخاطب العقل ويناجي الفكرة ويشرح الحقائق العلمية التي لا تخلو من غموض وخفاء. وأظهر ميزات هذا الأسلوب الوضوح، ولا بد أن يبدو فيه أثر القوة والجمال، وقوته في سطوع بيانه ورصانة حججه، وجماله في سهولة عباراته، وسلامة الذوق في اختيار كلماته، وحسن تقريره المعنى في الأفهام من أقرب وجوه. وهنا ضم ولا في عبارة واحدة أثر القوة والجمال، ثم أبان عن معنى القوة، وقوته في سطوع بيانه ورصانة حججه، وجماله في سهولة عباراته. يبقى كده خمسة وستة، القوة والجمال. وبعدين وسلامة الذوق دي معطوفة على الوضوح فهتبقى معروفة، وهنا النص
حملها على أنها معطوفة وسلامتي كما أردها في الأول، وسلامتي معطوفة وجماله في سهولة عبارته وسلامة الذوق، فجعلها معطوفة على في سهولة عبارته كأنها من بيان متتمة إيضاح معنى الجمال إيه في سهولة العبارة وسلامة الذوق. ولكن أنا هقترح إن إحنا نقراها بالرفع، وسلامة الذوق يكون ميزة مستقلة وتبقى هي السابعة، وحسن التقرير أيضا يبقى ميزة مستقلة فنقراها بالرفع، وحسن وتبقى الثامنة حسن إيه حسن تقرير المحل. يبقى نقراها تاني الفقرة الأخيرة دي، وأظهر ميزات هذا الأسلوب الوضوح والقوة والجمال وسلامة الذوق وحسن التقرير. يبقى الوضوح أربعة، القوة خمسة، الجمال خمسة، القوة الخامسة السمة الخامسة، والجمال السادسة، وسلامة الذوق السابعة، وحسن التقرير هتبقى الثامنة. وسبق في أول الكلام المنطق السليم الأول والفكر المستقيم الثاني والخيال الشعري هيبقى السمة الثالثة. الثالثة يتلوها الوضوح، القوة، الجمال، سلامة الذوق وحسن التقرير. وأظهر ميزات هذا الأسلوب الوضوح، ولا بد أن يبدو فيه أثر القوة والجمال، وقوته في سطوع بيانه ورصانة حججه، وجماله في أسلوب عباراته، في وجماله في سهولة عباراته ومؤخرته، وسلامة الذوق معطوف على الوضوح في اختيار كلماته، وحسن تقريره المعنى في الأفهام من أقرب وجوه الكلام. يقول المؤلف رحمه الله: فيجب أن يعنى فيه باختيار الألفاظ الواضحة الصريحة في معناها الخالية من الاشتراك. الاشتراك إنها يكون للكلمة أكثر من معنى فتشترك فيه لفظة واحدة، فالاشتراك هذا يصير ظاهرة لغوية يحتاج القارئ فيها أو المتلقي أن يتعامل مع اللفظة وينتبه، لأن لها عدة معاني وتشترك فيه هذه اللفظة وعلى أي معنى سيحملها، فيصير فيه نوع من التعقيد في الحمل. ولهذا الأسلوب العلمي يحتاج إلى أن نستعمل ألفاظ واضحة وصريحة في معانيها، وأن تؤلف هذه الألفاظ في سهولة وجلاء حتى تكون ثوبا شفا، لأن المعاني تكسى بالألفاظ، فكأن شوف جمال التعبير، فكأن الألفاظ كسوة المعاني. فهنا في الأسلوب العلمي نريد أن تكون هذه الكسوة شفافة تنبئ عما بداخلها، وليست غامضة ولا كثيفة، حتى تكون ثوبا شفا للمعنى المقصود، وحتى لا تصبح مثارا للظنون ومجالا للتوجيه والتأويل، لأنه في الأسلوب العلمي نبغي الوضوح وسهولة وصول المعاني إلى المتلقي، ويحصل التنحي عن المجاز ومحسنات البديع في هذا الأسلوب، إلا ما يجيء عن ذلك عفوا من غير أن يمس أصلا من أصوله أو ميزة من ميزاته. أما التشبيه الذي يقصد به تشبيه معنى التمثيل الذي يقصد به تقريب الحقائق إلى الأفهام وتوضيحها بذكر مماثلها، فهو في هذا الأسلوب اللي هو الأسلوب العلمي حسن مقبول، ولسنا في حاجة إلى أن نلقي عليك أمثلة لهذا النوع، فكتب الدراسة التي بين يديك تجري جميعها على هذا النحو من الأساليب، زي متن الإمام أبي شجاع في الفقه، متن الأجرمية في النحو، ونحو ذلك من الكتب المدرسية أو الدراسية التي تتبع هذا الأسلوب العلمي.
وإلى هنا نكون قد بلغنا نهاية هذا اللقاء الثالث. نعيد على أسماع المتلقي الكريم ميزات الأسلوب العلمي بحسب ما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى. ذكر ثمان ميزات لهذا الأسلوب: المنطق، استعمال المنطق السليم، استعمال الفكر المستقيم، البعد عن الخيال الشعري، الوضوح، القوة، الجمال، سلامة الذوق في اختيار الكلمات، حسن تطوير المعنى وتقربها إلى الأفهام. بلغ اللقاء الثالث 24 من صفر 1140، الثاني من نوفمبر 2018، بمصر المحروسة. والحمد لله رب العالمين، وسلام على المرسلين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد السابق إلى الأنام نور رحمة العالمين ظهور، عدد من مضى من البغية ومن بقي ومن سعد منهم ومن شقي، صلاة تسترق العد وتحيط بالحد، لا غاية لها ولا انتهاء ولا أبد. صلاتك التي صليت عليه وعلى آله